بعجاله بعجاله قبل ما نتصل بالاخ اللي هو المهدي، غادي نشوف غير اللاعب ويلسون، غادي نناقشوا مع الاخ ويلسون سميتو، او ربما الى ناقشت مع هاد المعطيات اللي عندي على ويلسون، وعندي واحد جوج لعابه باغي نقارنهم معاه، نقارنهم مقارنه باش عاوتاني ملي نهضروا على شحال ماركه هاد اللاعب، من وشحال لعب وشحال ماركه في كل سنه، فكيخصنا نبدا نقارنوه مع اون ريفيرونس في لافاسونتر، اما واحد ولا جوج نشوفوا المقارنه، والسيد قريب ولا بعيد، واش كاينين الناس بحال الحاله ديالو، حتى هما بداو بدايه شويه ناقصه وعاد طوروا من بعد، واش هنا ما بغيتش نبدا، اذا انا بديت هادشي خصني من تما ندوز لي فيديو ونبدا نناقش ونفتح النقاش. اذا نفضل انه نتصل بالاخ سميتو الاخ المهدي يدخل معنا ويعطينا واش كاين شي مستجدات. منو يكون معنا؟ الو. اهلا اهلا سي مهدي. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ فرصة سعيدة ومرحبا بك، وعلى سلامتك، على سلامتك بعد العطلة وبعد داك الشيء اللي عشتوه، كنتمناو الرحمة والمغفرة للأخ ديالك، فكنرحبوا بك، كنرحبوا بالرجوع ديالك للبرنامج، وعلى سلامتك، وعلى سلامتك. تفضل أخويا، تفضل. الله يسلمك. أولا قبل كل شيء كنتمنى من جميع الرجاوي اللي كيسمعوا الصوت ديالي وي يزيد الله عز وجل بالرحمه للاخ ديالي، كنتمنى عليه الرحمه ان شاء الله. يا ربي يا ربي ويرحم جميع اموات المسلمين. يا ربي يا ربي. واحد النقطه اخرى بغيت نتكلم معك فيها، فالغياب ديالي كان بلو فور كو موا، شي حاجه اللي قويه علي انايا وي، وكنشكر جميع الناس اللي ازروني في هذه المحنه هذه، وهادشي اللي غادي نقدر نقول لك. وي. بالنسبه للجمهور نقدر نقول لك الاخ يوسف واحد الكلمه، فهاد المشاكل اللي كيعيش فريق الرجاء البيضاوي دابا، انا كنحمل الجمهور، كنحمل 65% من الجمهور المسؤوليه، لان الجمهور ما كيصبرش. عندنا جمهور ماشي الاغلبيه، ولكن كاينين بعض الجماهير ما كيصبروش على الناس اللي باغيين يخدموا. حنا ما كنقبلوش السيد عزيز البيضاوي ولا لا كاليتي ديال الخدمه ديالو، حنا كنشوفوها ومازال غنشوفوها في رقعه الميدان. وي. كنتمنى ان شاء الله من الجمهور يفهم بان السيد جاي باش يخدم، باش يكون فرقه. وي. ما ننساوش بان دازت عندنا 7 سنين ديال السنوات اللي جا، ما شفناش فيه بزاف الحوايج، ما شفناش فيه الراجل اللي كنعرفو، ما شفناش فيه الكوره. وي. كنتمنى بان الجمهور يشوف هذا الشيء ويدير ما بين عينيه. لان الفريق محتاج للسند اكثر ما هو من الكريتيك. وي وي. لكن انا نبداو كريتيكيو الوغ سميو تبقى نسميو نجيبو شي رئيس من الرؤساء القدام. وي. هما اللي غادي يسيروا الفرقه. بغيت ندخل معك واحد النقطه ديال الرؤساء القدام. وي. هاد المشاكل اللي كنا كنعيشو فيها، علاش انا قلت لك الاغلبيه من الاسباب القتيه هو الجمهور؟ لان في العهد مدريقه جاب لعابه كبار، جاب لعابه بزاف اللعابه، وما نجح حتى شي واحد، حتى واحد قليل اللي نجحوا في الرجاء. وي. لان اللاعب اللي خلى اوسكار قال لهم، اوسكار فينوري اسطوره ديال الرجاء البيضاوي ديال المدربين، قال لهم اللي بغى يلعب في الرجاء خاص يكون كويري ونص. وي. كويري خاص يكون عنده في رجليه، وهذيك النص خاصو يسيبورتي لا بريسيون ديال الفرقه. بصح باش تلعب في الرجاء خاصك هذا الشيء. بالنسبه لواحد النقطه بغيت نقولها لك الاخ يوسف، كنا ندخل معك المواضيع الجديده ديال فريق الرجاء البيضاوي. مرحبا. واحد النقطه بغيت نبدا بها الجمهور والمتتبعين ديال البرنامج ديالك. الاخ النبي جا ماشي ماشي انا فهاد الشيء كنمشي نبحث على الاخبار، وكما كنقولوا كنطيح وجهي بزاف الحوايج، ماشي باش نرتاحوا ماديا يعني، ولا اقسم بالله هاد الشيء كله انت راك عارف، هادي فيه لا جزاء ولا شكورا، انت راك عارف هاد الشيء. عارف بيان سور بيان سور. انا هاد الشيء كنديرو على الاقل الاحسن، بحكم انني رجاوي حتى النخاع،
كنحس داك الشيء اللي كنحسوا به الرجاويين. بالطبيعه حنا محتاجين واحد الخيط الابيض، واحد باش محتاجين نكون سمعنا اخبار زوينه على فريق الرجاء البيضاوي. حنا محتاجين لهذا الشيء. وي سي رئيس عزيز البيضاوي عرف وفطن لهذا المشكل اللي كيعيشوا فريق الرجاء البيضاوي، هو المشكل ديال الجمهور. وي هو هذا السياسه ديال كما كيقولوا الدق والسكت. وي حاول يبعد فوالا بعد. وي وي حاول يبعد. هاد السياسه ديال الدق والسكت عطات المشاول ديالها. راه شفنا لاعبين وتحدى اي واحد من الجمهور يقول لي واش هذوك اللاعبين راهم ماشي شي لعابه كبار. تحدى اي واحد. وي راه باش تولي كبير خاصك تكون صغير. هو اخويا المهدي واحد القضيه راه كنا كننتظروا هذاك الصمت الطويل، وهذا كنت شرط ليه في احدى اللايفات السابقه، كان هناك صمت طويل من طرف المنخرطين من طرف بعض الجماهير التي كانت يعني في علاقه حميميه مع المكاتب السابقه. هناك مجموعه من الناس اللي كانوا كيخدموا مع جهات اخرى مع فرق منافسه، كانت واحد المجموعه ديال اللوبيات تتكون في الكواليس وكانت ملتزمه الصمت، وشفناهم لهم على الصفحات ديالهم ملتزمه الصمت في الفيسبوك. وكنا كنقولوا انه هاد الناس علاش صامتين، علاش موجدين وشنو كيوجدوا. وفعلا انه ملي جات الفرصه، ملي كتجي فرصه ديال صفقه من الصفقات كيخرجوا تيمضيو ماسهم وتيبداو يبانوا. هادو ماشي غير الدراري الصغار، راه كاين اللي كيقول غير الدراري الصغار، راه ماشي الدراري الصغار، راه فيهم حتى الناس اللي هما اونتي بدراوي. إذن ها هما بداو كيتفرزوا وبداو كيبانوا وراه كشروا على انيابهم. ولكن ان شاء الله ما يثلج الصدر ان الرجاء جمهورها اغلبيه جماهيرها الوفيه ملتفه حول الرئيس وتقوي الرئيس وتحمي الرئيس. تفضل خويا. هذه الكلمه زوينه عندك، وبغيت نقول لك واحد النقطه اخرى بان الجمهور اللي فرق الرجاء البيضاوي كان راه الجمهور الحقيقي هو جمهور واعي. وي وجمهور كيعرف المسؤوليه اللي عليه. وي المشكل ديال الفريق هو ان عندنا بعض الجماهير كيدخلوا وسط التيران كيخلقوا الفتنه باش الفريق يتعرض للعقوبات. وي هادشي فطن ليه المكتب، هادشي فطن ليه المكتب. ومن بعد الاخبار اللي وصلتني هو انه غادي تكون بزاف الحوايج بالنسبه للولوج الى الملعب. الحمد لله والحمد لله. زيد سيدي قول لينا. من بينها انا سمعت بانه غتكون ايفو ايدونتيتي كاع واحد من الجمهور. الله يرحم والديك. والحمد لله وهادشي اللي كنا باغيين وهادشي الحمد لله. لان ما يمكنش واحد جالس معاك في المدرجات انت ما عارفوش منين جاي اش من فرقه كيشجع وجالس وطن طن كيدير هكاك ما كيشوف فيه حتى شي واحد كيشد في الميجان كيرميها في التيران وكيرميها على بوليسي. كيرميها على بوليسي. دونك هذا شكون هذا السيد هذا؟ واش هذا رجاوي؟ هذا ما يمكنش يكون رجاوي. ويشري لك انت الويكلو، واحد جايب حجره معاه، واحد جايب معاه قرعه كيشيلها مثلا على ذاك النهار حكم الشرط في واتزم في خريبكا فرعين ليه راسو. اذا هادو رجاويين؟ حتى اذا كانوا رجاويين خاصهم يكونوا كونداني، خاصو يكون عنده لاكارت باش كيدخل التيران باش نعرفوا شكون هو، باش غير توقع شي حاجه من تما يتهز. هادشي خصو يسالي ديك تجي تخبى في التيران، نجي نزها وما شافني حد ونبرم وندير اللي بغيت ونشخشخ اللي بغيت ونهز السيف وندير اللي بغيت. هادشي خصو يسالي من الراجل. صافي ندخلوا العاد ديال الاحتراف ديال بصح. صافي ولا عنده شي حيحه بغا يحيح يمشي لتدريبتهم ويحيح. تفضل خويا. وي وبالنسبه لهذه القضيه انا سمعت بانها غتكون فيك بعض الاشياء. وي ياه. وحتى غتكون الرئيس، لان عنده بزاف الحوايج دابا. الرئيس مسكين هادشي كان غيديرو من قبل، ولكن شنو طرا الرئيس مسكين؟ طرات ليه واحد المشكله هو ان كل ساعه كيجيه مشكل. وي كل ساعه هذه واش سي مهدي كتقصد داكشي ديال النزاعات؟ داكشي ديال النزاعات وبزاف الحوايج حتى في المدرسه ديال حتى في المدرسه ديال حتى في مدرسه فريق الرجاء البيضاوي
الرئيس إذا عقلتي واحد اللايف كنت قلت له قبل ما يطلع البضاعوي وي قلت لك راه غيبدل جميع المعطرين وي وي هما دابا حتى المنبع ديال الفريق هو المدرسة وي حنا خاصنا معطرين في المستوى وي جابوا لي يجيبوا معطرين في المستوى أنا كنظن بأن هذا الشيء إلا ما خدمش به في الماتش سبتمبر انا جو سوي سيغ سيغتان لو ماتش جونفي غادي تكون باش تولوجي كثيرة خاص بطاقة الإشجاع فوالا وحاجة أخرى بغيت نقولها لك وي حنا مابقيناش باغيين ديك 90,000 في التيران تكون 50,000 ونعرفوها بأنها راه جوية حقيقية وي داكشي اللي بغينا حنايا صلاة على النبي داكشي اللي كاين هذاك الشيء اللي كاين